تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي انجلترا اللي بتيجيكم مني انا محمد عواد كل يوم اثنين عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، وعشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. حلقتنا اليوم بدنا نفردها كامله عن تشيلسي، الثوره اللي حصلت مع توخيل منذ وصوله، 10 مباريات، 7 انتصارات، 3 تعادلات، واحد ما بقدر احسبه عليه لانه كان بعد يوم من تعيينه مع ولفرهامبتون، فريق عم بيحافظ على شباكه 8 مرات وعم بفوز خارج ملعبه على اتلتيكو مدريد في دوري ال16 في دوري ابطال اوروبا. اليوم تشيلسي حيواجه ايفرتون، توخيل حيواجه انشيلوتي، مهما صار اليوم 90 دقيقه لازم ما تنفي، 900 دقيقه شفناهم مميزين. كيف عمل توخيل كل هذه التغييرات المفاجئه؟ اول خطوه واذكى خطوه عملها توخيل اول ما وصل غير الشكل من 4-3-3 ل 3-4-2-1. ممكن البعض تسمعوه بيقول الشكل لا يعني شيء ومنهوش معنى، لا له معنى كثير، لانه الشكل فعليا هو اللي بوزع المساحات بين اللاعبين، والشكل هو اللي بيفرض الأسماء اللي حتنزل ومزاياها وأدوارها. نعم التفاصيل التكتيكية الفردية، التحضير للخصم، طريقة اللعب والتمركز كثير مهمة، لكن أساس البداية هو هذا الشكل. لما بلش 3-4-2-1 صرنا نشوف الفريق عم بيطلع بشكل أفضل، خيارات تمرير من الخلف للأمام أكثر، وهذا الشيء بطل يخلينا نشوف تشيلسي اللي كنا نشوفه مع لامبرد متردد لما يجي يطلع بيكون خايف، ودائما الكرة تروح لميندي بآخر لحظة، وكمان زمان كيبا كانت تروح له وتكمل على الجول، وكل هذا الكلام يعني راح اختفى شوي، وهذا تحسن. ثانيا الفريق لما تيجي تقول 3-4-2-1 معناها في 5 مدافعين عم بيشيلوا مساحة 4، يعني الحمل على كل واحد فيهم قل بشكل ملموس، وهون بناسب جودة وقدرات لاعبين تشيلسي. كنت دائما أحكي مشكلة تشيلسي الدفاعية تنظيم من لامبرد وجودة من اللاعبين. الآن الرجل راح جاب شكل، هو منظم أصلا كان توخيل، وجاب شكل يخفف تأثير بعض سوء التمركز مثلا من روديجر، مشكلة سرعة عند فلان، فخفف هذا التأثير لأنه وزع المساحات على 3 بدل ما يوزعها على 2. هذا شيء آخر أيضا، مسألة العمق، العمق الوسط الآن صار تشيلسي بإمكانه يعمل فيه زيادة عددية كثيفة، ما عاد يخسروا زي ما كان يخسروا في الماضي. وفي أيضا لمحة ذكية من توخيل هون، 3-4-2-1 أو 3-4-3 كانت الخطة اللي فاز فيها كونتي بالدوري، الخطة اللي تشيلسي هيمن فيها بموسم كونتي الأول هيمنة مش طبيعية، استخدمها واستخدم معها رجال الخطة، أزبليكويتا قلب دفاع، أيضا ألونسو على اليسار، ورجع كانتي، شوي شوي بلشنا نحسه بنفس الدور اللي كان فيه مع كونتي في موسم الفوز باللقب. هجوميا وبصراحة تشيلسي ما كثير تطور حتى الآن، لكنه صار يفوز وهذا المهم. ليش صار يفوز؟ لأنه دفاعه أفضل، كما قال أنشيلوتي، قال لك يعني حتى الآن أنا شفت الفريق أقوى، أكثر سوليد، يعني أكثر تماسك، لكن هجوميا ما تغير لأنهم من نفس اللعيبة ونفس جودة اللعيبة، وبالهجوم كثير الموضوع بيعتمد على الجودة مش بس على أفكار المدرب. وحتى لما رحت شفت الأهداف المتوقعة لتشيلسي، طبعا في فرق إنه مباراة أسهل ومباراة أصعب، بس تقريبا هي نفسها مع توخيل، تقريبا هي نفسها مع لامبرد، الفريق كان عم بيصنع نفس الفرص تقريبا ونفس العدد. وبما إني بحكي عن لامبرد هون لازم أنتبه إنه توخيل ما هدم كل شيء اللي جه عامله لامبرد، إنه خلص لا هذا عامله ما بديش إياه، لا ما عمل هيك، حافظ على فلسفة الاستحواذ نفسها. لامبرد كان عم بيستحوذ كويس، لكن الفرق انه هو بيقدر يتحكم بنفسه وهو عم بيستحوذ، بيقدر يفلت الكره، فشفناه عم بفلتها مع ليفربول عم بيخسر الاستحواذ، لكن ايضا شفناه مع اتلتيكو بيكون متسيطر صحيح، لكن بفترات معينه لما شعر ان الاستحواذ صار ضده وصار تنقطع منه الكره عم يرتدوا عليه، فلت الكره شوي لعند ما رجع سيطر وقدر يتحكم. في حين لامبرد ما كان يقدر يعمل هذا، يعني البريك اللي هو مسرع بيقدرش، وشفناه بهزم جوارديولا بالاستحواذ مع مان سيتي لما خسر 3-1 في مباراه الدوري، لكن ما قدر يعرف انه بعض الاحيان لما تستحوذ وتضغط كثير وتحاول تضغط وفريقك جودته الهجومي مش عم تقدر تسجل هدف، هذا ارهاق بدني ذهني وبتبدا الاخطاء من هون. توخيل اكثر واقعيه من لامبرد بهذه المساله، بيعرف انه لو هجم كثير وضغط كثير ومسك كثير الكره فريقه حيحبط، لانه ما عنده الاسلحه والادوات اللي تحول الفرصه بشكل مباشر لهدف. خلونا نرجع لمساله التحسن الدفاعي لانها هي الاهم. تيجي تقول لي ليش الاهم؟ ما هو توخيل بيحكوا عنه هجومي، لانه لامبرد ما كان عنده كثير ترى للعلم مشكله بصراحه في مساله الاهداف، كان عنده مشكله مساله تلقيها. تسجيل تقريبا يعني بهذا الموسم معظم المباريات سجل فيها، ما عدا اكم من مباراه يعني مهمين جدا وصعبين جدا، وكانه واحده او تنتين اللي خسرهم لما ما سجل. المشكله دائما كانت عنده في دفاعه، انه لما يسجل هذا التسجيل بيروح على الفاضي. في الدفاع في اكثر من قرار اخذ، عوده الونسو للشكل اللي بيناسبه 3-4-2-1 رجع وارتاح فيه. ايضا شفنا أزبليكويتا بطل ظهير، ظهير كان محطم مدمر مش مكانه،
رجعوا لعبوا قلب دفاع، فادوا كثير بالصعود بالكرة، فادوا كثير بقيادته، شخصيته القيادية في هذا الخط. أيضا كريستنسن اللي عمل ردة فعل رهيبة من حيث الشجاعة، من حيث الجرأة، من حيث قراءة المباراة. مدافع عم بيكون مرتاح كثير، وكأنه توخل كان شايفه لما كان بالدوري الألماني وعم بيعرف كيف يوظفه بشكل أفضل من غيره. وساعد التحسن الدفاعي طبعا تحسن كانتي وعودته أنه يشعر أنه هو لاعب مهم، عكس المرحلة اللي فيها شوية تهميش مع لامبر. إجت المسألة الأهم أنه ثبت أسماء الدفاع. لما ثبت أسماء الدفاع أولا بصير الانسجام بينهم أعلى، ثانيا بتصير تدرك وين العيوب، وين مشاكلك. عندي مشكلة هنا سرعة، عندي مشكلة هنا والله مسألة الكرة الهوائية، فأنا بصير أعرف كيف أخلي لاعب الوسط يشاركك ويساعدك، كيف أخلي الظهير يساعدك ويشاركك. الثبات أساس تحسن أي دفاع. التنوع في الدفاع مشكل، هنا كان من الأشياء. وساعد توخيل أيضا في مسألة الدفاع أنه أفضل من لامبرد 100% في مسألة الضغطين العالي والعكسي. كألماني كمدرب ألماني عاش في الدوري الألماني، هدول أساسيات في الدوري الألماني، فالرجل بيعرفهم أكثر. صرنا نشوف مهاجمين وعم بيساهموا بتعطيل أي هجمة مرتدة على الفريق، هذا بيعطي وقت للفريق ياخذ تمركزه. تحسن كثير الفريق من ناحية الضغط، مع تحسن في توزيع المساحات في خط الدفاع بخطة بتلائم اللاعبين الموجودين، صار طبيعي إنه الدفاع يصير أفضل، صار طبيعي إنه ليفربول يسدد كرة واحدة على الحارس خلال اللقاء. ولما رحت شفت الأهداف المتوقعة في مرمى تشيلسي ما بين لامبرد وتوخيل، تبين إنه مع توخيل الفريق قلت عدد الأهداف المتوقعة في شباكه بنسبة 35%. كعنصر حاسم وواضح إنه الدفاع اتحسن كثير. وفي شيء ما بقدر أقيسه، ما بقدر أعطيه رقم، بس ملموس. تشيلسي بطل يخاف. تشيلسي مع لامبرد كان عم بيرتبك، عم بيخاف بعض المباريات. تشيلسي هذا ما بيخاف، وهذه أكيد مسألة مدرب، مسألة مدرب. يعني بتشبه اللي عملها كلوب بليفربول. ما تخاف، ما في شيء تخوفك، بتلعب. شفناه مع ليفربول بيلعب ضد فريق ضغط عكسي وسريع وكذا، اللعيبة عم بوقف على الكرة وبيطلع بالكرة إنه أوكي شو يعني. وشفناه بيلعب بأتلتيكو بدون أي خوف، بدون أي تردد، رغم إنه إجتهم أكمل فرصة، ظلهم واثقين بالاستراتيجية بالخطة لحتى آخر لحظة. أيضا نجاح كبير في مسألة زراعة هذه الثقة. العب، ما تخاف، اطلع بكرتك، طبق أسلوبك، اهجم على المساحة، ما تتردد. هذه الشجاعة زرعها المدرب ملموسة لأنها ما كانت موجودة. هذا الشيء يعني ربما خبرة توخيل، لأن هو جاء على دورتموند بعد ما كان موسم الكارثي تاع كلوب الأخير، وايضا راعى سان جيرمان بعد ما كان متلقي صفحات الستي واحد، وموناكو جايب منه الدوري، والموسم اللي بعده ريال مدريد غالبهم ذهاب اياب، واضطروا يجيبوا امبابي ونيمار عشان يحاولوا يستروا على القصه. فهو جاء واصلح الفريق نفسيا، وشفنا الفريق لعب نهائي دوري ابطال الموسم الماضي بقوه صراحه، وتفاصيل صغيره وربما لا توج على حساب اقوى فريق في اوروبا هالايام بايرن ميونخ. يعني توخيل هو بيشبه طبيب جراح تاع جورج وسوف، وعشان هيك توخيل طلع بعد مباراه ليفربول وقال هذه المباريات عشان تفوز فيها بلا شجاعه، بدا شجاعك لما تاخذ الكره تتحول، وبدا شجاعك لما تاخذ الكره تحتفظ فيها، وبدا شجاعك تحتك في الهواء وتقاتل على كل كره، بدا شجاع. وهو يبدو انه زرع هاي الشجاعه بالفريق، شيء غير قابل للقياس، بس اي حدا بيحضر تشيلسي بحس بالفرق. في شغله عجبتني فيه لها وجهين، اللي هي انا لست مصلح الكون، مش جاي اصلح هذا الكون. مثلا عنده هافرتز ب 90 مليون، بتحس انه مهمل مساله هافرتز، مش زي لامبرت كان عم بيحاول يدور العدو. مهم مساله فيرنر، مش هامني والله جاب جوال ما جاب جوال، المهم الفريق عم بفوز، المهم المجموعه عم بتقدم لي اللي انا الاحصائيات والداتا والبيانات في ارض الملعب اللي بدي اياها، بتسيطر على المساحات اللي بدي اياها، ما بهمني مين يسيطر على مين، كم سعرك. هذا الاهمال لهذه الحقيقه. هو عنده فرصه ما كانت عند لامبرت، لامبرت كان موافق على لعيب يجوا، فكانوا يقولوا انت وافقت على لاعب ب 90 مليون شو حتعملنا يعني. يعني باختصار هو اعتمد على المجموعة. ومسألة أخرى في مسألة الهجوم، الجميع مدرك أنه تشيلسي ممكن يخلق 10 فرص ويسجل جول واحد. كثير بدأ غير معني بأنه يجبر الجول يجي، كثير بدأ غير مستعجل يجي الجول. شفنا مع أتلتيكو بيعمل نفس الشيء، بيسيطر بيلعب، هو عم بيشوف المباراة بكرة قدم مختلفة، أنا عم بتحكم، عم بسيطر، عم بحبط الخصم، الجول رح يجي. ما في داعي أبالغ باستنزاف لعيبتي ذهنيا وبدنيا وكل شيء، ونتيجة هذا الاستنزاف ونتيجة انه قدراتي غير مؤهلة تحول الفرص لأهداف بشكل واضح، الفريق حيحبط، الفريق حيرتكب أخطاء، الفريق حيخسر. فهو لعب بالمنطق على اللي عنده، ما لعب على أحلامه وشو بتمنى يكون فريقه. كثير مهم تشوف شو عندك عشان تلعب فيه. توخيل من أهم الأشياء اللي عملها فعليا انه نظر للفريق نظرة واقعية، حط تشكيل بغض النظر انه في بعض الناس حتى شفتهم بالصحف الإنجليزية بيتهموا انه دفاعي، بس هو مش فارقة معه، هو عارف النتائج سيدة كل شيء. اخر نقطة، بعد مباراة ليفربول لاحظت، يعني كنت عم بشوف تصريحه، فرمى كلمة انه لازم نقاتل على كل كرة تانية. فقلت خليني اقارن اخر 6 مباريات للامبرد مع اخر 6 مباريات لتوخيل في مسألة الكرة الثانية.
فكان واضح انه مع لامبرد باخر 6 مباريات خسران 5 من 6 معركه الكره الثانيه كاحصائيات. لكن في تشيلسي هو تقريبا فايز 5 من 6، خسر تحت ليفربول ربما بكره او كرتين، فهو فعليا في الكره الثانيه عم بيكون افضل. طب الكره الثانيه شو فايدتها؟ ممكن الجميع بيتذكر تصريح تشابي الونسو الشهير لما اجى جوارديولا وقال له ادير بالك انجلترا قائمه على الكره الثانيه. الكره الثانيه بتفيدك انك لما تكون بحاله الهجوم وتجيك كره ثانيه بيكون الدفاع لسه تاع الخصم مش منظم، فبتقدر تضرب، وبحاله الدفاع بتكون افضل من ناحيه الارتداد، فهي مهمه جدا اما تبقى الضغط او ترتد، وايضا الاهم من ذلك انها دائما بتخليك مسيطر على الكره وفريقك يعني ياخذ اماكنه، بيرجع ياخذ اماكنه، بيرجع يتوزع، بيرجع يسيطر، فما بصير في عنده اي توزيع عشوائي في ارض الملعب. الكره الثانيه كثير مهمه، تشيلسي تحسن فيها كثير مع توخيل، وكانه احنا بنحكي ببساطه، يعني كل هالحلقه الطويله كان بامكاني احكيها ببساطه. توخيل ربما اكثر اهتماما بالتفاصيل من لامبرد، ربما خبرته ساعدته، قله خبره لامبرد ربما خذلته، انا ما زلت مؤمن لامبرد حيرجع مدرب وحينجح في اماكن اخرى، بس كان ناقصه عنصر الخبره. توخيل اكثر اهتماما بالتفاصيل، توخيل عنده تجربه في المانيا، عنده تجربه في فرنسا، اساليب كره مختلفه عم بتفيده، وعنده معرفه ببعض اللاعبين الموجودين، فادته كثير وواقعيه، واخطاء في الماضي هو ارتكبها، خلته يتجنبها في بدايته مع تشيلسي. ما بعرف شو حيعمل في النهايه، ما بعرف شو حيجيب، شو حيحقق، لكن بعرف شيء، شفته بسان جيرمان وشفته بدورتموند، انه اسس ارضيه قويه جميله يمكن البناء عليها مع اي مدرب اخر بعده. هذا هو توخيل، بداية مميزة جدا. بنوصل هون لنهاية الحلقة، بقولكم بكل بساطة تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.